الوليد. السلام عليكم. السلام. بخير. كيداير الوالد؟ بخير. شي مزيان. لاباس الصحة. جابك الله بندوي معاك الوالد. فاش وليدي؟ أبا الوالد ما كاين ما نخبي عليك. ترى خاصك تبدل هاد الصباغة هادي. إن شاء الله الوالد تجي المدام بعدا، المهم راه شتي الموضوع وليد بغيت ندوي معاك فيها الوالد، راه باغي نتزوج. بتزوج؟ أه. تا خدام وتا شبا توكل؟ وتا الوالد راه صحاب الزواج ساهل. ما نطلبو تخدمنا، ما بغيتيش الوالد تخدمنا، قال شي خوك خدام. وراه عامر عدي انا فين نخدمك؟ تا راك عارف الوزن كيدير. المهم انا ما تخافش عليا، هي الدار كاينه الوالد، الخدمه راه نجيب الله الوالد وصافي. وسير تتشوف تتشوف تقلب على خدمه وديك الساعه الدريه راه نتزوج. الخدمه ما عنديش مشكله نمشي نخدم، انا غير نخدم مع الوالد. واش نقول لك اوليدي انا راه من سيدك الخير. انا باغي لك الخير انا وليدي، وعارف شكون داكشي باش نتشاور معاك. والوالده حتى هي راه غنمشي ندوي معاه، راه شي يمشي عندها. وانت متاكد من هادشي؟ باغي راه ما شي ما فيش باغي انا نقولها لك. ما نقولهاش لك الوالد. ايوا صافي يا وليدي صافي، انا راه نزيدك الخير. انا راه كاينه هذيك الدريه بنت المعطي، حاج معطي اللي حدانا، راه الله يعمر دار ديك السيده، راه مزيانه زوينه ودريه. وانا زعما قلت نشوف شي وحده اخرى زعما شفناش. وكاين انت ما كتعرفش، خاصك انا اللي نعرف. انا نعرف والديا ونعرف اصلها منين. هذيك الدريه راه كنعرفها، راه زوينه ودريه دريويشه وبنت الناس وتساهل. ايوا ما تبقاش مع المشكل. كلامك هو الكبير، ما عاد ديما نقول ملي تعرفها وعارف دارهم وعارف يعني كلشي مزيان، راه نمشيو الوالد نتوكلوا على الله ونمشيو بعد. ان شاء الله يلا نوض عمر لي واحد بالرجال. يلا مرحبا الوالد، مرحبا. نهار كبير هذا، جيتي عدي فيه الوالد. ما ديرش النعناعه. بخير. يلا وفقش. فطرتي انتي؟ فطرت انا، فطرت ديالك باقي. انا نوض فطر دابا، حنا بغيت نقولك راه بلي انا نوض فطر تفرجوا على الخدمه، غنمشي للخدمه حتى نجي ان شاء الله. و خاصه شي حاجه نجيبك معايا؟ لا صافي، المهم امشي لدارك. علاش تمشي عندو؟ مقراص ما نقدرش نمشي. بقاي في دارك مالا؟ شنو شنو علاش ما تقدريش؟ نمشي كونجي ونمشي. وانا كنجي لديك 8 8 ونص، كنجي لي صافي قبل منك واحد شويه باش نبقى راسي. يلا مو راه غنلقاي الواليد تما. يلا مو ان شاء الله يخلص. يلا تنمشي. وي سي ابراهيم، راه دوك الكليات راه دوزنا بك. يلا يلا من بعد نعنصونيك، من بعد نعنصونيك. يلا الله يعاونك الله يعاونك الله يعاونك. كيداير منيش؟ لاباس بخير. كيداير مع الصحه؟ كلشي بخير. وما كتجي في الصباح هذا؟ الخدمه و الدار. اصحاب كاين شي مشكل خلعتيني؟ لا كيدير خالتي لاباس عليها؟ كل شيء بخير الحمد لله. والله الا بخير، كل شيء بخير. لقيتيني غادي خير الخدمه، ولكن من جيتي كاينين الدراري صافي ما كاينش لاش نمشي. ياك تي بعدا مزيان كي غادي معاك واحد الحوسين ياك ما كيديرها ولا اقولها لي نقي لي ودني. لا اوكي راك عزيزه عليا. والله الا عزيزه عزيزه. ياك ما فيك في الجوع؟ فطرتي؟ لا فطرت عاد جيت. وانا نمشي نخرج من هاد الشي حاجه نطيب. لا 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 رايحين نتحدثوا واحد شويه وهادي. سرعتي ديك القهوة، سرعتيها بالصحة. راه الحاجة وما تعرفش تصايب بحالها. أبي أنا فين؟ أنا مع بابا في الدار. شنو باغاك ديري 8 ونص دابا؟ جي دابا. صافي أنا جيت. ألو؟ يلاه جي دابا. ألو؟ مالك ماكش غوت؟ لا والو با والو. وراه هي جالسة معنا في الدار، مالها جالسة في الزنقة؟ يلاه صافي أنا جيت. يلاه شوية وتجي مالك. صافي يلاه. يلاه. السلام عليكم. السلام. اش بقيتي جاي لهاد الوقت؟ شدني باباك للعشاء. كيف شدك بابا للعشاء؟ انت شحال الساعة؟ انت دابا 9 ودابا. وين صونيت لك 8 ونص؟ والله شدوني داركم للعشاء. واش دابا كاينة شي مرة تبقى خارجة شي 9 ودابا؟ بابا هو اللي شدني من خلال شي نجي. واش بابا هو مزوج ولا مزوج بابا؟ بقيتش قولي باباك شدني انا، آخر مرة تبقيتش تمشي في هاد الوقت. باغي تمشي عندهم ساعة وجي. ساعة.
خصك انا بلا عشا تشد تشدوش هادشي شي وانا نبقى بلا عشا هنايا. انا ما بصايبك شي حاجه. كدير بيك؟ بخير؟ لاباس؟ كديرة؟ كديرة مع صحابك؟ أبي خير الحمد لله. هاد الحاجة ماشية جنة؟ يلا كانت مشات خرجت لمشات الجامع وبقيت أنا أنا. حتى هي الدور حتى هي الحاجة ما تقلش. غير صافي. أبدي واش غادي ديري؟ وما كملتي شي كجيتي ثانية كما قال لك شي حاجة ذاك العفريت؟ لا لا. قولي لي البالي بيه. في ماشي ثاني؟ غير الخدمة. أنا ما نقدرش نبقى في الدار كنبقى داك الشيء اش كنجي. وال الخدمه 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 ما كيجلس معاك حتى القلوش خويا. بنيتي راه داركم الثانيه ديال حسبني بوخو كيما حسبتيها راه اش نقول لك ابنيتي راك انت اللي عارفه والله هاك هذيك جايبه الحاجه خويا انت عزيز عليا والله الا معزتك عن بير الله شكرا والله ماشي مشكل ابنيتي ماشي مشكل واكله شاربه ربي يخليك بغيتي شي حاجه ما نصايبها لا لا الله ما كنت شي تاخدي تاخدي شي حويجات لا لا غير ما تحشميش من بنيتي انا نقول لك اللي كاين دراك ها والله يا زياد اسال فين بخير؟ لا بس كدين فكر شو دريحة ديالها؟ مالها ديالي ديال من الدريحة؟ ديالي مشي ديالك انا عارف ريحتك انت مشي ديالك هذي سميتها راه اشنا هي سميتها؟ وين من جاتك الدريحة؟ عطاها يا بابا شكون كديري عندو تاني؟ اخويا نمشي شي للخدمة انا قلت ما نقدرش نبقى في الدار فين ما نمشي انا للخدمة تمشي بالك تمشي بابا تمشي عندو؟ ما عندي فين نمشي جلستي في داركم التلفاز اش عليه بقيت تفرجي ما نقدرش نبقى بوحدي راه كنخيف قلت لك اخر مره اش بقيت تمشي عدو دابا المره الاولى قلت لك غتولي تمشي عدو ساعه وتجي دابا ما بقيتش تمشي عدو سمعتي هاد الهضره خوسين عليك مش بقيتش تقولي علاش بقيتش تقولي علاش غنضربك بقيتش تقولي علاش انا نوضي سيري فحال نوضي انا خلصنا 10000 ريال ديال الماء نقول كنسقيو به 10000 شويه تصبني تصبني واش كصبنا صابونا قليل انا وياك ولدك راه بوحدو حاجه فكرتيني ديك مرتو داك شتي خيطي بيطي هنايا عندنا في الدار مالا شتاج لا ما عاجبنيش مالا جات والو لا واش داير وتجي وتحطت معاك مالاش كاين وتي دابا بقى فيك الحال حيت كنت تحطت معايا ولا ولا جات والو شتاج حتى غدا جايه غدا جايه غدا جايه مكاين باسو تي مالا السيده اش دارت لك جايه عندك راه كتجي عندك انا راجل ما تجيش عندي انايا لا تجي راه كتجي عندك حتى شتا تجي تحدد حتى هو عاد تا كتجي تحدد راه مسكينه ما قلت لك باش تجي عندنا في الدار مسكينه تجي عندنا في الدار وحده تجي عندي راه تمشي عند امها راه ما عندها حد امها راه بعيد راه كتجي تمشي عند امها داك الشيء عندي عند امها راه يجيب عندنا حتى هذاك الراس راه ما عرفتها ما عاجبنيش حتى اش فاش تفكري فاش ها هو اللي قال لك فاش تفكر واه دخلي سوق راسك انا دخلي سوق راسك دخلي سوق راسك ما تخافش من واحد البلاد ديالي اخر مطاف اشنو غادي يوقع ما زدتي راسك انا غادي ندير انا غادي ندير تجي كيتزحب تا اصلا ما بقاش يجي الزواج صافي هادشي دابا تشوفي الناس دابا مجموعين والله ما عرفت دابا شفت ولد خالي الناس والناس مجموعين كنتي باغي تشوف خالي خاصني نمشي دابا ماما والله مالا مالا ماما ما عرفتش قالت لي يجي عندي دابا راه ما يجوز بزاف كنتي غتجي انا ما نجي غير شي والله يلا تعرف شحال هكا البيجامه غنجي البيجامه عندي يلا سيدي
اخر مره بقيت مشي عندو دابا المره الاولى قلت لك غتولي تمشي عندو ساعه وتجي دابا ما بقيتش مشي عندو انا عرفتش جاك تجي تحدد راه مسكينه ما قلت لك باش تجي عندنا مسكينه وحده تجي عندي راه تمشي عند مار راه ما عندها حد مار بعيد راه كتجينا تمشي عند مار تمشي عندي عند مار جيب عندنا هادشي هذاك الراس راه ما عاد ما عاجبنيش حتى اش فاش تفكري فاش ها هو اللي قالك فاش تفكر واه دخلي سوق راسك انا دخلي سوق راسك دخلي سوق راسك ما تخافش من عمر واحد قلت لك اخر مطاف اشنو غادي يوقع ما زدتي لي راسك انا غادي دايرها تجي كيتزحب حتى اصلا ما بقاش يجي الزواج اخر مره بقيت مشي عندو دابا المره الاولى قلت لك غتولي تمشي عندو ساعه وتجي دابا ما بقيتش مشي عندو انا عرفتش